أهلا واضح، معكم فاطمة البنوي. احنا بنسميه في جدة الوزخ، انتوا هنا بتسميه البورص، في لبنان ابو بريس. اعرف كل اسمائه، انا بخاف منه وبترعب منه، بس اشتغلت على نفسي ان انا اغير الخوف ده وبقيت اقتلهم. بشتغل عليه. مش تقولي هوليا؟ الدخول لمجال السينما في عصر ما كانش في مجال السينما في بلدي يعني. بركة، ده يمكن أحلى شيء صار معايا اليوم. المرأة السعودية مجتهدة ومثابرة، المرأة السعودية تشتغل على حلمها، جداً عندها ذكاء في التعامل مع الظروف والأزمات واحتواء الآخر. أنا عملت بكالوريوس علم نفس إرشادي في جامعة عفت في جدة، وبعد كده رحت عملت ماجستير في جامعة هارفارد في بوسطن في تخصص نقدر نقول بحثت من خلاله في الرمزيات، العالم العربي، المجتمع العربي المسلم، المرأة، وتعلمت أن الصور النمطية اللي أعتقد أن أنا كنت جزء منها كسعودية وكمان كامرأة وعربية، أن الصور النمطية هي عادة قصص غير مكتملة، فاللي علي أن شوي أحاول أني أكملها الصور النمطية بالتالي تنكسر. يعني بدأت كده أدخل في التجارب اللي هي إيش stunt workshop. فكان في فيلم عندنا لسه ما نزل، لكن هو فيلم يعني فيه حركة كثير من ناحيتي، وأنا كنت أقول لهم لا أنا أعمل، لبسوني الفست حق الستنت وأنا أسوي المشهد، ما في أحد يجي يسوي عني. أنا مرتبة بطريقة مرضية، يعني لو لاحظت أن الأشياء استقامت فجأة في الطاولة معناته كنت فيه. ما أفتكر بغير شيء، يمكن كان تعلمت بيانو. كان في يوم كنا في كندا، وكان في كنا في زو في حديقة حيوان، وفي لعبة كده زحليق والمراجيح هذه الأطفال يلعبوا فيها. انزلت وشكلي كنت متأخرة يعني على عائلتي، ومشيوا فما لحقتهم، ضعت في حديقة الحيوانات، وجو أخذوني جيب رانجلر لونها أخضر سيكوريتي تيم. كنت صغيرة جداً، يمكن كان عمري 4 سنوات أو 5، لكن كنت فجأة حسيت أن أنا جداً مهمة وقاعدة مع سيكوريتيز كبار كذا وفي جيب رانجلر وعندها صوت حلو. جدتي وجدي استقبلوني بعد الضيعة يعني، واستقبلوني هم يبكوا وحزنانين وأنا جاية في غاية السعادة، حسيت أني cool you know. شكراً، واضح.